صباح الخير متابعينا على صفحة تكمل العربية، أهلا وسهلا فيكم بجلسة تداول جديدة ونهار جديد من الأسواق المالية. طبعا معكم جوزيف دهري، المحلل التقني ومدرب معتمد في شركة تكمل. اليوم رح نقوم بتغطية مباشرة على بعض الأزواج والعمليات الرئيسية على منصة التداول مثل ما تعودتوا علينا. طبعا بنستعمل استراتيجيات وتحاليل تقنية وبعض المؤشرات الموجودة عندنا على منصة التداول إذا بدكم تسهيل كيفية معرفة الاتجاهات القادمة لجلسات التداول اللي عم نقوم فيها طبعا بشكل يومي. هلا اليوم رح نبلش بالعملات الرئيسية مثل اليورو دولار والاسترليني دولار، ولنشوف الضعف اللي عم بيحصل على بعض العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي. رجعنا شاهدنا على قوة للدولار الأمريكاني اللي هو الدي اكس واي في اغلاق نهار الجمعه اللي هو الاسبوع الماضي، وهلا طبعا مع بدايه الاسبوع الجديد نهار الاثنين 23/4/2018 عم تلاحظوا انه عم بكفي هذا الاتجاه اذا بدكم او الضعف للعملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. بالنسبه للدولار ين والدولار كاد عم تشوفوا ارتفاع لقالون لمستويات تقريبا كنا تكلمنا عليها سابقا، وقلنا انه هذه المناطق حساسه انه ممكن نرجع نشهد فيها اذا بدكم اتجاهات معاكسه وتغيير اتجاه بشكل جذري لنرجع نكفي اتجاه الهابط للدولار الامريكي ونرجع نبتدي موجه اندفاعيه جديده للازواج الرئيسيه والمعادن. طبعا بشكل او اخر قبل ما نبتدي مثل ما بتعرفوا انه المخاطر مرتفعه في تداول العقود مقابل الفروقات، ويعني ممكن ما تكون مناسبه لجميع المستثمرين، فبتمنى منكم انه تكونوا عارفين يعني دخولكم الأسواق المالية هو أمر جدي، وأنه أنتم عندكم الرغبة في المخاطرة لا تتحملوا خسائر ممكن تتجاوز رأس مالكم اللي أودعتوه في الشركة المالية أو في شركة الفوركس اللي اخترتوها. طبعا اختيار شركة الشركة المالية كنا تكلمنا عليها سابقا، كيفية اختيار شركة المالية بتتضمن طبعا أول شيء بنطلع بتراخيصها وبدنا نطلع بالمعاملة اللي ممكن تكون عم تقدمها للكلاينتس أو للعملاء اللي عم يتداولوا معها. فبهذه الحالة كل شركة عندها إذا بدكم مميزات ممكن تصنفوها عن غيرها. طبعا التراخيص هي من الأهم، شركة تكمل مرخص من الاف سي اي في المملكة المتحدة والاف اس اي في سيشلز. فبهذه الحالة هون يعني التراخيص هي الأهم، وبيبقى في العملة والخدمة اللي نحن عم نقدمها طبعا بشكل يومي وبقائنا بقرب العملاء لتوعيتهم من مخاطر الأسواق المالية وتوعيتهم على الاتجاهات اللي ممكن تحصل في إذا بدكم الأسواق المالية على منصة التداول بشكل يومي. فإن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه التغطيات المباشرة وعم بتتابعونا أيضا لمعرفة بعض استراتيجيات التداول اللي هي عم بتكون بتاني جلسة بعد الظهر تقريبا الساعة 5 بتوقيت السعودية. بدي ابتدي بزوج اليورو دولار اللي هو كنا عم نشهد ضعف عليه صباح الاثنين، طبعا كمان في انهاء جلسه نهار الجمعه او اسبوع الماضي اذا بدكم جلسه سلبيه، وكف الضعف اللي هو نهار الاثنين اليوم في 23/4/2018 اللي عم بيتداول قرب مستويات ال 122.58. كنت تكلمت قبل انه المرحله الافقيه اللي عم ندخل فيها على زوج اليورو دولار ممكن تكون طبعا يعني بطلت بشكل مثلث او بشكل تراينجل، فبهيدي الحاله نحن رح ننتظر مستويات ال 122.17 لنشوف شو ممكن يحصل عليها. بهيدي الحاله بكون انا عم برجع استهدف مستويات اذا بدكم ال 120.18 لتكون عم تركب معي ثلاث موجات تصحيه ضخمه اللي هي اي، ودخلنا بموجه بي اللي هي بعدها تقريبا عم تتداول هلا، ونحن عم ننخفض بموجه سي لل 120.18. فبهيدي الحاله انا ما بقدر احدد الاتجاه بشكل او عام او اكد هذا السيناريو المفترض. لازم يتم عندي اختراق مستويات مهمه اللي هي مستويات الخط الدعم اللي عم بيتداول عليه زوج اليورو دولار له اكثر تقريبا من شهرين. فبهذه الحاله اختراق هذه المنطقه اللي هي منطقه مهمه جدا مستويات ال 122 122 10، اذا تم اختراقها يعني اختراقها يعني عم نحكي اغلاق شمعه تابع على فريق قدبها بشمعة حمراء أغلق تحت خط الدعم، فبهيدي الحالة أتوقع أنه السيناريو ممكن يكفي عندي وباتجاه عام هابط لنرجع نستهدف مستويات ال 120.18 قبل ما نرجع نفكر بموجة رقم 5 لنرجع نزور مستويات ال 127 و 128. فبهيدي الحالة نحن هون إذا بدكم معنا سيناريو مؤكد على زوج اليورو دولار، وبهيدي الحالة منتظرين مستويات معينة ليتم تأكيد سيناريو مفترض قبل ما ناخذ اتجاه عام واضح وندخل بمراكز شراء أما بيع.
فبهذه الحاله انا هون بتدخيل في برانش اكسبانشن عندي ممكن انه احدد المستوى. اذا في حال تم اختراق مستويات 122.10 في برانش اكسبانشن ممكن استعمل والهدف يكون عندي مستوى 100%. اول هدف ممكن يكون عندي 120.74، واذا في حال تم اختراقه طبعا عم نتكلم بمستويات اوطى، ولكن انا بحبذ سيناريو انه يا اما يعني نوقف عند هذه المستويات اللي عم نتداول عليها هلا او بقربها، يا اما نرجع زياره مستويات 120.74 لنكفي اتجاه الصاعد. طبعا السيناريوهات نحن بغض النظر عن التغطية المباشرة اذا ما لحقتوهن طبعا عم نكون عم ننزلهم على البلوج او مدونة الخبراء في تكمل اللي هي ممكن تزوروها من موقع تكمل.com وتعملوا يوزر نيم باسورد وتسجلوا لتصيروا عم تتابعوا اخبارنا والاكسبرتس او الخبراء اللي عم ينزلوا رسوم بيانية. مثل اليوم تكلمت انا على زوج اليورو دولار وعلى اليورو جي بي بي، فاذا بتضغطوا عليها طبعا بتشوفوا التحاليل اللي قمت فيها انا، وكنت رسمت هذا السيناريو اللي هي يا اما داخلين بموجة ABCDE اللي هي الترينجل إذا بدكم أو مثلث داخلين فيه، يا أما عم نتكلم نحن بثلاث موجات تصحية بيج A بيج B وبيج C ممكن نرجع نزور مستويات الماتشي لنرتفع بمستويات أو بموجة رقم 5. فبهيدي الحالة هون إذا بدكم تتابعوا أهم الأخبار على الأزواج الرئيسية طبعا بتشوفوا أخبار أو الرسوم البيانية اللي عم ندخلها عنا أمامنا، وبتلاحظوا السيناريوهات اللي ممكن تحصل عنا أو السيناريوهات المفترضة على رسوم بيانية. بالنسبة لليورو جي بي بي كنت قمت أيضا بتحليله واتكلمت على موجة ABC وبعدني عم بنتظر موجة هبوط وضعف اليورو دولار أمام الجنيه الاسترليني. فبهيدي الحالة أنا هون عندي إذا بدكم بعدني شوي أتوقع أن اليورو دولار ممكن يضعف أمام الباوند وننخفض بموجة سي. خليني إذا بدكم نمر على رسم البيانة لنشوف اليورو جي بي بي شو هو السيناريو المفترض اللي عم نتكلم عنه. عم نتكلم انا انه هلا نحن انتهينا خمس موجات ارتفاع، خمس موجات ارتفاع اللي هي انا برايي واضحه عندي من القاع اللي سجلناه 0.70 اللي هي موجه رقم 1 2 3. قد انتهينا عند التوب او القاع القمه اللي سجلناه عند مستويات 0.92، موجه رقم 4 وموجه رقم 5 انتهينا منها. فبهذه الحاله من وراء خمس موجات نحن بنخفض بنخفض بثلاث موجات تصحيه اللي هي A B C لنكون انهينا 1 سايكل اللي هي موجه رقم 1 2 وممكن نرتفع بموجه رقم 3. ولكن نحن هلا بهذه الحاله ما بدنا نتكلم على انتهاء خمس موجات، هون ممكن تكون تصحيه ونكفي اتجاه عام هابط ضخم. خلينا ناخذ سيناريو على انه نحن منخفضين بثلاث موجات تصحيه A B C، وبهذه الحاله انخفضنا موجه A بشكل ضخم من مستوى 0.93 لسجلنا مستوى 0.87 ودخلنا بمرحله افقيه على شكل نفق مايل على انخفاض. فبهذه الحاله اتوقع ضعف بعد اكثر لاستهداف موجه C عند مستويات 0.81. فبهذه الحاله بعد ما انا بحبب السيناريو الهابط، ولكن اذا بدي ادخل على تفاصيل هذا الرسم البياني ممكن اعرف انا انه يعني هذه المستويات اللي عم نتداول عليها قرب ال 50% هي رح تمثل مستويات مقاومه، ولكن اذا في حال تم اختراق اتوقع زياره مستويات 0.76.8% في بوناتشي اللي هي عند مستويات 0.88.80، يعني عم نتكلم ارتفاع 130 نقطه من هون قبل ما نكفي اتجاه الهابط. فبهذه الحاله بتمنى للمستثمرين اللي بده يفكروا بالسيناريو الهابط ويدخلوا بمراكز بيع لازم يفكروا بوقف الخسارة طبعا وين بده يعرضوا. وقف الخسارة هو أهم شيء، إغلاق فوق مستويات 0.84.6% اللي هو مستوى الفيبوناتشي اللي عم دخله هلأ. طبعا هذا المستوى منضيفه نحن على فيبوناتشي بالاد بروبرتيز، وايضا مستوى 0.76% فيبو بروبرتيز منضيف اد ليفلز، نضغط على الاد ليفلز ومنضيف 0.768 و0.846. فبهيدي الحالة نتوقع باستعمال موجة إليوت نتوقع انه نحن نهدى على السيناريو اللي هو موجة رقم 2 بالنسبة لل 76% وموجة B بالنسبة لل 0.84%. فبهيدي الحالة مش هيك منضيف هول التو ليفلز ومستعملهم طبعا بموجة إليوت وبيلتف معهم موجة رقم 2 وموجة B اذا بدكم. فبهيدي الحالة هذه المستويات اللي هي باللون الازرق هي مستويات الاريال سيل سيجنال اريا اللي هي نتوقع منها انه يرجع ينخفض السوق لنرجع نسجل مستويات اوطى، وان موقف الخساره هو اغلاق شمعه فوق مستوى 0.84%، يا اما ممكن نعرض وقف الخساره بشكل اذا بدكم ثابت فوق الهايز او فوق اخر قمه سجلناها اللي هي عن مستوى 100% 0.89.70، يعني يا اما اغلاق فوق مستويات 0.84%، يا اما فورا نعرض وقف الخساره على 100% في موناتشي.
هذا بالنسبة لليورو جي بي بي. بالنسبة للاسترليني الدولار عم نشهد في ضعف يعني، ولكن نحن سجلنا على رسم بياني الأسبوعي شمعة نمط احتوائي اللي هي سجلت مستوى أعلى من الشمعة اللي قبلها وأغلقت تحت افتتاحها. بهذه الحالة أخذت إشارة بيع على الاسترليني الدولار من هذه المستويات، وأتوقع أن نرجع نحن بهذا الأسبوع أو ممكن الأسبوع القادم يعني على المدى القصير للوسط نرجع نشهد ضعف لزوج الاسترليني الدولار أقله لنزور مستويات 0.137، وإذا في حال تم اختراق مستويات 133 عن جديد. فبهذه الحالة أتوقع أن نحن الاسترليني الدولار وأيضا اليورو ممكن نشهد ضعف عليهم بهذه الحالة، وانخفاض 200 أو 300 نقطة يعني واردة جدا. طبعا الجنيه الاسترليني اعطاني اشاره بيع، وانما اليورو دولار ما اخذت اشاره بيع منه على رسم بياني الاسبوعي ولا اي اذا بدكم نمط احتوائي، ولكن الاسترليني هي اللي سجلت لي هذه النمط الاحتوائي او الشمعه الاحتوائيه لونها احمر. فبهذه الحاله انا اذا بدي ادخل بفضل ان يكون عندي تاكيد مثل هذه الشمعه وادخل بمراكز بيع عليها. فوقف الخساره طبعا عند قمه الشمعه اللي هي مستويات 143، طبعا مستويات بعيده ولكن نحن عم نتكلم على اهداف شوي ايضا كمان بعيده، فالريسك تو ريورد ريشيو يعني شوي كبير عندي هون، ولكن بهذه الحاله شوي مضمونه لانه اخذت اشاره من الشموع اليابانيه على انه انخفاض رح يحصل عندي على الجنيه استرليني او على استرليني مقابل الدولار الامريكي. بهذه الحاله هون يعني حابب مر شوي على الدولار ين اللي هو نحن هلأ بانتهاء موجة سي، قربت تنتهي موجة سي اللي هي موجة تصحية لنكفي اتجاه الهابط، بيستعمل في بوناتشي ريتريسمنت. أتوقع أنا أنه ممكن تكون عم ننتهي قرب مستويات 108.04 اللي هي انتهاء موجة سي عن مستويات 100% في بوناتشي. بهذه الحالة هون بدي ادخل مراكز بيع طبعا على الدولار ين، واتوقع كمان يرجع يضعف الدولار الامريكي امام الين الياباني ويعتبر كمان داعمين. 108.06 مستويات 100% في بوناتشي اللي هي ممكن ندخل عليها على مراكز بيع، ونرجع ننبش على سيناريو هابط. واللي بيدعم نظريتي على انه الكوريليشن بين الدولار الين الياباني والاس بي 500 طبعا انه علاقه ببعض، وبتلاحظوا انه الاس بي 500 ستاندرد اند بول المؤشر الامريكي ابتدى انخفاضه من القمه اللي هي تكلمنا عنها مستويات 2718، وعم نسجل هلا 2668 يعني انخفاض 40 او 50 نقطه كبيره. طبعا بهذه الحاله اخذنا اشاره سلبيه ونتوقع انخفاض موجه رقم 5، وهذا السيناريو اللي هو عم نتكلم عنه كمان ممكن يكون بيدعم نظرية الين الياباني اللي هو بعدنا منتظرين نحن عند الدولار ين لا ينخفض بموجة الخامسة عن جديد لاستهداف مستوى 102 ومستوى 95 عن جديد. فبهذه الحالة أتوقع أن مستويات 108.06 هي المستويات الأخيرة اللي ممكن نزورها لزوج الدولار ين، ولكن طبعا لازم نعرض وقف خسارة إغلاق فوق مستويات 110، وبهذه الحالة بكون أنا ضامن وقف الخسارة وبكون استثمار جدي ورسمي. فبهذه الحالة هون انتبهوا من انتهاء موجة سي اللي هي ممكن تكون انتهت بموجة اي بي، وعم نعمل اندينج دياجونال إذا بدكم خمس موجات ارتفاعية اللي هي قرب هذه المستويات اللي هي بتكون سجلت موجة سي 1 2 3 4 5، بتكون انهينا خمس موجات من يعني ويف سي. فبهذه الحالة بتكون واردة عندي السيناريو المفترض اللي هو انهينا اي بي سي، هون انهينا بيج اي انخفضنا بيج بي، وعم ننهي هلا بيج سي لنرجع نكفي سيناريو هابط عن جديد 1 2 3 4 5 لنزور مستويات 102 و95 عن جديد. فبهذه الحالة هون بنكون انهينا الاندينج دياجونال، هون طبعا تسمى اندينج دياجونال اللي هي طبعا بنشوفها نحن في نهايه موجه سي او عاده بنهايه موجه رقم 5 اللي هي الاندينج دياجونال، بينما الليدنج دياجونال طبعا بنشوفها بموجه اندفاعيه اللي هي عاده رقم 1، بتكون على شكل مثلث ميل على ارتفاع وضمن خمس موجات ارتفاع. فهذا الشكل ممكن يكون يا اما ليدنج دياجونال 1 يا اما اندينج دياجونال 5، ولكن بهذه الحاله بما انه موجه تصحيحيه لازم تكون اندينج دياجونال ويف 5. فبهذه الحاله اندينج دياجونال هي هذا الشكل اللي هو مثلث ميل على ارتفاع، ونتوقع موجه هبوط من وراء هذا السيناريو المفترض. بالنسبة للأسعار الذهب يعني عم نشهد فيها بعض انخفاض، ممكن هلأ ويف اي اللي هي كان بدها تنخفض بثلاث موجات، نحن كنا متوقعين ويف اي تكون انتهت هون، وانما ثلاث موجات تصحيحية لويف اي ممكن تكون عم تنتهي بهذه المناطق القريبة من مستويات 31. فبهذه الحالة انا برأيي السيناريو الاخير اللي ممكن يكون
عم نشهده على اسعار الذهب لازم يكون قرب، وبهيدي الحاله ويف اي ايضا تكون انتهت. اذا في حال ما تم انتهاء ويف اي عند مستويات ال 1330 بدي اضطر غير السيناريو، ولكن ماني مقتنع جدا انه انا غير السيناريو الصاعد لاسعار الذهب وابتدي بالسيناريو الهابط، بما انه اسعار الفضه عم نتكلم على يعني اذا بدكم موجه واضحه اندفاعيه وعم تسجل مستويات مرتفعه اللي هي مستويات 1730، وهلا عم نتداول تقريبا بموجه صحيه لل 1704. فبالنسبه لاسعار الفضه طبعا سجلت لي مستويات او اعطتني اختراق لمستويات المقاومه لتمشي بموجه اندفاعيه. فبهذه الحاله انا ما بقدر اخذ سيناريو هابط على المعادن ولو انه الذهب عم ينخفض بشكل واضح ليسجل موجه ايه. فيا اما ممكن الذهب يرجع يلاقي سبورت او منطقه دعم عند مستويات 1330 1328 ونبتدي موجه ارتفاع جديده لا نسجل مستويات مرتفعه مستويات 1420، وانما يعني السيناريو الاخر اللي هو السيناريو الباطن اللي انا برايي ممكن يكون سلبي اختراق مستويات 1328 واغلاق تحتها بشكل يعني سلبي، فهذا بيجبر اسعار الفضه انه ترجع تلتحق فيه وترجع نشهد عليها انخفاض لنرجع نسجل مستويات 1680 و1670 عن جديد. فبهذه الحاله انا يعني بعد ما بحدد السيناريو الصاعد على اسعار الذهب ان شاء الله نكون عم نحصل هلا على موجه اي وبنشهد منطقة الدعم أو سبورت كورب هذه المستويات لنرجع نقلع بالمعادن الثمينة مثل الفضة والذهب لمستويات أعلى، ونرجع نزور بالفضة مستويات 18 وأيضا 21 على المدى الطويل. فبهذه الحالة طبعا يعني كنت بتمنى أنه نرجع أيضا نزور بعد موجة ارتفاع أقله للنكلاين أو للرقبة اللي هي موجودة عندي هون على رسم بياني اليومي لأسعار الفضة اللي هو بسائب عن مستويات 1742 قبل ما نبتدي انخفاض أو موجة صحية. فمن هيك أنا بعد ما مصر على أنه ممكن نلاقي مناطق دعم لأسعار الذهب لموجة إيه قرب هذه المستويات. بالنسبة لأسعار البيتكوين اللي هي العملة الرقمية المشفرة، السيناريو بعده واضح عنا كما تكلمنا عن هذا السيناريو اللي هي ارتفاع موجة سي، وطبعا صرنا مرتفعين تقريبا بحدود 3000 دولار من 6500. كنا قلنا مستويات 6500 مستويات الدعم قرب مستويات اخر قاع سجلناه، يعني عندي كان ريسك تو ريورد ريشو جيد جدا. كنت قلت لكم ادخلوا بمراكز شراء وقف الخساره صغير جدا مقابل الارباح اللي عم نتوقعها. فعم نتوقع ارتفاع موجة سي وبعدنا ماشيين فيها. طبعا اذا بندخل على يعني خليني اقول مستويات او خليني ادخل على tradingview.com اللي هي كنت عم دخل فيها بعض الرسوم البيانية، وكنت تكلمت عن البيتكوين بشكل مباشر. اذا تدخلوا على جذاب ظهري او ايضا على tekmil.com بتلاقوا التحاليل اللي عم نقوم فيها طبعا يعني بشركة تكمل، ودخول البروفايل تبعي اللي هو جذاب ظهري باللغة الاجنبية ممكن تعرفوا التحاليل اللي عم نقوم فيها. هلا بشكل او اخر انا هون كنت تكلمت عن معظم الامور الموجودة عنا مثل استرليني وال اليورو دولار اليورو ين الاس بي 500 الى اخره، تكلمنا عن هول الامور كلها. ولكن من بيناتهم من بين التحاليل عندي البيتكوين اللي هو دخلت فيه لونج انا، ودخلت بمراكز شراء. كنت دخلت انه نحن هون عم نخفض بموجة بي وبدنا نرتفع موجة سي اللي هي كنا عم نتداول عند مستويات 6900 ووقف الخسارة عند مستويات 5900. فبهذا الحالة وقف الخسارة كان صغير، لاحظته باللون الأحمر اللي هي كان صغيرة مقابل اللون الأخضر اللي هو الأرباح المتوقعة إذا دخلنا فيها. فإذا نضغط هلأ على البلاي نعرف بشكل لاحق شو صار أو إذا حصلنا على ارتفاع. أوكي، فبتلاحظوا الارتفاع اللي عم بيحصل على البيتكوين اللي هو نحن طبعا متوقعينه كنا، وكنت تكلمت عنه على tradingview.com اللي هو ارتفاع موجة ABC وبدنا نرتفع بموجة C لنستهدف مستويات 14000. وطبعا يعني هذا الشيء هلا عندي عدة مراكز أو عدة مناطق ممكن نزورها قبل ونواجه مقاومة عليها، ولكن أنا بشكل عام ويف سي عندي اتجاه لهون. هلا أنا ممكن كفي ويف بي بشكل شوي أكتر ونواجه صعوبات وتقلبات شوي، نرجع نشوف نشهد انخفاضات إلى آخره، ولكن هلا بوقت الحالي أهم شيء إنه ارتفعنا 3000 دولار وأصبح وقف الخسارة بريك إيفن. فبهيدي الحالة هون يعني بهيدي الحالة وقف الخسارة هون كان صغير عندي وبسيط.
فان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه المحاضرات اللي عم نقدم لكم اياها بشكل تكمل على صفحه فيسبوك، على صفحه فيسبوك، وبشكل يومي عم نقوم بتحاليل على الرسوم البيانيه وابرز المعادن والسلع والعملات الرقميه المشفره مثل البيتكوين. ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه المعلومات والاتجاهات اللي عم نقدم لكم اياها، واخذوها بعين الاعتبار كرمال استعمال اقل وقف الخسار وتحديد الخسائر عندكم، واذا بدكم تقليص المخاطر على راس مالكم اللي عم تتداولوا فيه. انتبهوا انه التداول في اسواق الفوركس والسي اف ديز هي فيها مخاطر مرتفعه، لانه بتاخذوا النتيجه فورا، الربح او الخساره يعني بتحصل عليها طبعا او على راس مالكم تاثيرها مباشره، لانه الاسعار عم ترتفع وتنخفض بشكل يعني سريع، والفولاتيليتي او التقلب عالي. فبهذه الحاله نحن هون هي طبعا هي بزنس او استثمار مثل اي شيء اخر، ولكن لازم يكون عندك دراسات، لازم يكون عندك اشارات واستراتيجيات تدعم نظريتك قبل ما تدخل بهذا الاستثمار. اذا ما كان عندك شيء يسند نظريتك ممكن انه تكون استثمار خاطئ وتؤدي الى خسائر طبعا مرتفعه، وممكن تتجاوز راس مالك، لانه عندنا شيء اسمه سليبج ونهايه الاسبوع. اذا كان عندك مراكز واغلق نهايه الاسبوع وحصل عندنا اخبار او نيوز ضخمه وتحركت الاسبوع واصبح عندي فجوات سعريه وافتتاح سعر بجابس، فبهذه الحاله ممكن تاثر بشكل سلبي على راس مالك. فبتمنى منك تنتبه من نهاية الأسبوع. عادة نهار الجمعة لازم تغلقوا مراكزكم وترجعوا تفتحوا مراكز جديدة نهار الاثنين أو الثلاثة من وراء تحاليل جديدة ويعني رسوم بيانية جديدة. بتمنى لكم كل التوفيق، إن شاء الله بكون نهاركم مثمر، بشوفكم جلسة بعد الظهر إن شاء الله، إلى اللقاء.